كان ظهور اليابان للمرة الأولى في بطولة كأس العالم في فرنسا 98 بمثابة الكارثة. الهزائم المتلاحقة أمام الأرجنتين وكرواتيا وجامايكا أدت إلى عودة الفريق إلى بلاده بعد نهاية الجولة الأولى مباشرة. هذا الصيف يبدو الفريق أصغر سنا وأكثر ثقة، وسيحاول أن يثبت للعالم بأنه قطع شوطا كبيرا. خلال الأربع سنوات الماضية العقل المدبر وراء استعدادات اليابان هو الفرنسي فيليب تروسيه. حسنا، لم تكن البداية جيدة، إنه مدرب صارم جدا، قام بمضايقة عدد من اللاعبين وكان ينتقد كثيرا التشكيلة. عندما أتى للمرة الأولى ليتولى مسؤولية الفريق لم تكن الأمور تسير بشكل جيد معه. إننا نفهم بعضنا البعض جيدا الآن، وستكون علاقتنا الرائعة معه. بنيت تلك العلاقة على حقيقة قيام تروسيه بتولي المسؤولية على كافة المستويات. يقوم بتدريب اللاعبين من كافة الأعمار. قاد فريقه تحت سن 20 إلى المباراة النهائية في بطولة الشباب والألعاب الأولمبية ليهز مسرح سيدني عام 2000، وكذلك قاد فريق الكبار إلى بطولة آسيا. أعتقد بأن الخبرة الواسعة ساعدت اللاعبين في التعود على فلسفتي. أعتقد أن هذا ما ساعدني في بناء فريق منافس للغاية والذي هو لدينا اليوم. أعتقد الآن بأننا نلعب كرة هجومية، سيكون دفاعنا قويا وهناك هجمات مرتدة. أسلوب الهجوم السريع هذا في كرة القدم يناسب فريق تروزيه الياباني، حيث أن معدل أعمار لاعبيه سيكون 24 عاما في كأس العالم، مع وجود قوة حقيقية في العمق. الفريق مجموعة من اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 23 عاما، وهذا الفريق أعتقد بأنه قد يكون مبنيا على حوالي 14 أو 15 لاعبا، وفي الاحتياط لدينا لاعبين قادرين على تعديل ذلك وعلى إضافة شيء جديد. أحد اللاعبين الذين يجب أن يكون نجما هو هيدو، يلعب حاليا مع نادي بارما الإيطالي. ناتاكا أحد أكبر نجوم في اليابان. إن ناتاكا لاعب مهم في فريقنا لأنه اللاعب الوحيد الذي يلعب في أوروبا، يمتلك ميزة الخبرة على المستوى الدولي، لذا من الواضح أنه يجلب معه الكثير من الخبرة كفرد. قد يبحث المدرب القوة الضاربة من داخل اليابان، اثنان من لاعبي خط الهجوم الواعدين، زميلان في نادي كاشيمان تيرز. لعبت أنا وسوزوكي معا في الأندية اليابانية لمدة طويلة، أعتقد بأن هناك مجالات عديدة قمنا فيها ببناء تفاهم مع بعضنا البعض في الملعب من أجل نادي كاشيما ومن أجل المنتخب الوطني. إنه لاعب يمتلك قوته وأسلوبه الخاص، وفي المقابل أنا لاعب بدون أسلوب خاص، لذا فإنني أستغل قدراته لمصلحتي. وفي الوقت الذي يعتمد فيه اللاعبون على بعضهم البعض فإنهم يسعون للحصول على الدعم من المشجعين خارج الملعب. ستكون تلك أكبر ميزة لنا، خاصة في اللحظات الحاسمة التي نحتاج فيها للطاقة الاستثنائية بعد القيام باللعب في مباراة، وحيث تكون بحاجة للمضي قدما. أعتقد أنه ما من شك أن الطاقة ستأتي من الجمهور. قام تروسيه بزرع نفس الالتزام والمشاعر في نفوس لاعبيه. إذا لم تذهب إلى المباراة مع ثقة بالنفس فإنك لن تصل إلى أي مكان أبدا. حتى لو كنا نلعب ضد إنجلترا سنلعب ولدينا قناعة بأننا قادرون على الفوز. لا تمتلك بلادنا تاريخا طويلا في كرة القدم، لذا نحن بحاجة للمزيد من الخبرة. أعتقد بأن الدور الياباني بحاجة إلى أن ينمو ويزداد قوة إذا أردنا أن نقدم لاعبين من الطراز العالمي في المستقبل. مستقبل كرة القدم في النوادي اليابانية قد يتقرر من قبل أداء المنتخب في كأس العالم. يمتلكون المقدرة على مفاجأة الكثيرين في البطولة، لم تتأثر فرصهم في التأهل للمراحل الثانية بالفرق الأخرى. جميع الفرق في مجموعتنا جيدة، ولكن إذا كان أحدها فستكون بلجيكا. يشاركون دوما في كأس العالم، ميالون للفوز في مباريات كأس العالم. بالطبع البلجيك أقوياء جسديا ورياضيا، خاصة في الهجوم والدفاع. في الماضي قد يكون الأمر صعبا لليابان للتعامل مع الفرق القوية جسديا كبلجيكا. القواعد الجديدة التي تم تطبيقها قد طبع الفريق في مستوى أفضل في الملاعب. أعتقد بأن اليابان ستلعب بشكل جيد في ظل القوانين الجديدة التي لا تسمح لك إلا بالاحتكاك بالخصم. سيكون ذلك في صالح الفريق مع المزيد من الأسلوب الديناميكي.
الفوز بكأس العالم يعتبر شيئا مثاليا، هذا ما نأمل بتحقيقه، لكننا نفهم أن ذلك هو أمر غير واقعي. هدفنا الحصول على أول نقطة لنا، هدفنا الفوز في أول مباراة لنا، هدفنا اجتياز الجولة الأولى، أن نلعب كرة قدم جيدة، بعدها أعتقد بأن كل شيء سيصبح ممكن، من الممكن أن تحدث أشياء أخرى.